أهلين فيكم فيديو جديد. فيديو اليوم هو فيديو روتيني لما كنت بدرس بالمدرسة، بس الروتين الكسلان. أبدا ما كنت شخص يعني كتير ناشط، بالعكس يعني كنت دايما بعتمد على أمي إنها تصحيني صبح، وكمان لما كنت بحط المنبه لازم بحطه قبل بساعة عشان بالأخير أصحى كتير متأخر، ودايما بيصير نفس السيناريو، أطفي المنبه وأرجع أنام حتى تيجي أمي وتصحيني: ميرا خرتي روحي للمدرسة. وبهذا الوش الزعلان الكسلان أروح للحمام. كل اللي بسويه إني بغسل وجهي وبفرش أسناني وكل نوم، وبحاول كمان إني في كل مرة بلاقي فرصة إني أنام شوي، كأني هديك الدقيقة الزايدة اللي رح نام فيها رح تزيدني عمر. هاشتاج الفراق الكسلانة. هلا وببلش اسرح شعري. ثاني شيء اسويه اني بحط واقي شمسي، بس بيكون بدون فونديشن، يعني اللي يكون سو ناتشرال، لانه اكيد ما بحط مكياج ولا نقطه مكياج بحطها على وشي لما كنت بدرس بالمدرسه وكمان بالثانوي، يعني بس اني لما فت للجامعه صرت احط شوي ميك اب. بس احيانا من وقت لتاني كنت بحط مرطب شفايف لابيلو، بس هلا ما عندي فلهيك ما حطيته. ولما كنت بدرس بالمدرسة كنت بحب كتير بسوي شعري كيرد شيفال، بس وقتها كان شعري طويل مو زي هلا قصير. ونصيحة من أخت كبيرة لإلكم، إذا لساتكم تدرسوا بالمدرسة أبدا لا تحطوا مكياج أبدا، رجاء لا تخربوا بشرتكم، واستمتعوا بطفولتكم ولا تسبقوا المراحل. وهلا بيجي وقت الأكسسوارات. لما كنت بالمدرسة كنت بحط كتير أكسسوارات وبعشقها وبحبها، وشايفين هدول الأقراط جايز حكيت لكم عنهم وشو قصتها معي بفيديو، بخلكم باللينك تحت الديسكريبشن بوكس. وبس اخلص وبسوي شعري كود شوفال اي ذيل الحصان عشان اصحصح واحمس حالي، بسمع للاغاني. تأخرت، أغير ملابسي وأجهز شنطي وعلى طول بركض للمطبخ بكل شيء وبروح. باي. هاي بيبي، لا تنسى لايك شير سبسكرايب. نلتقي بالفيديو الجاي. أرمونيا بيبي، سلامتي هوا بسلامة. باي.